بسم الله تفضل. تاني نرفع الصوت لو سمحت. إنما النسيء زيادة في الكفر سهل بهم الذين يصلون عاما ويحرمون عاما فيحل ما حرم الله أيوه سوء أعمالهم والله لا يغفر قوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم عليكم السلام ورحمة الله. إلا تنصره فقد نصر الله إلا قبل لجل كفر الكافرين إلا ما بالله إلا يقول لصاحب الله تحزن الله معنا إجماعا صاحبه هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال ابن تيمية وابن القيم ومن نفى الصحبة عن أبي بكر كفر إجماعا لأنه إجماعا هو الذي كان معه فين؟ هو الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار. نعم لصاحبه المعية هنا معية النصرة والتأييد إنني معكما أسمع وأرى. نعم وليست معية الحلول والاتحاد كما يقول أهل البدع، إنما هنا المعية معية النصرة والتأييد والله معكم ولن يتركم أعمالكم. نعم إذ يقول الله صاحب الله تعالى الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة بينكم سكنا وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. أحسنتم صدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم. هذا معناها النفر هنا اللي هو الجهاد. انفروا خفافا وثقالا يعني المقصود بها في عسركم ويسركم. نعم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا العرض هو الطلب. لو كان هذه طبعا غزوة العسر هذه غزوة تبوك وكانت في صيف وكانت بعيدة المدينة تبوك 600 كيلو لا تقطع كما في يومنا هذا بالطائرات أو بالمراكب إنما كانت تقطع على ظهور الإبل وعلى الدواب فتوقع الدابة تقطع 40 كيلا في اليوم ف600 كيلو حيكون كم يوم 15 يوما مع ما فيها من النصب والتعب لا ظل ولا شيء وشدة حر فكانت تسمى بغزوة العسرة. نعم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة. يعني سفرا قاصدا المقصود بها قريبا سهلا معلوما وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج لغزوة ورى بغيرها حتى يعمي على العيون وعلى الجواسيس لكن في هذه الغزوة وضح النبي عليه الصلاة والسلام وجهته ليأخذ الصحب أهبتهم. نعم تكلم هنا عن المنافقين طبعا
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعضهم: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ يعني قال احنا رايحين نحارب الروم. فقال: إني أخشى إيش؟ أخشى الفتنة. فالله عز وجل الآن سيتكلم ويقول: وألا في الفتنة سقطوا. نعم. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. المؤمن لا يحتاج أن يستأذن في فعل الخير. المؤمن لا يحتاج أن يستأذن في فعل الخير، لكن المنافق هو الذي يستأذن في فعل الخير حتى يتمسك ويتحجج بأي حجة ليقول: قلت لهم فقالوا لي لا نريد منك شيئا. أما المؤمن ما يستأذن في فعل الخير، بل وسابقوا وسارعوا، يسارع ويسابق ولا يتأخر أبدا، وتجده في أوائل الناس. نعم. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أنت لا تحتاج أن تستأذن أحدا لكي تقول أصوم اثنين وخميس، وإيش رأيك يا شيخ؟ ما تحتاج، هذه معروفة نافلة، وأتى الشرع بالحض على صيامها. أنت لست مطالبا أن تستأذن تقول أدفع للفقير وتصدق علي أم لا تصدق، لست محتاجا أن تقول لها قيام الليل ينفع لي أو لا ينفع لي، تلاوة القرآن تصلح لي أو لا تصلح لي. أنت ما لست محتاجا لكل هذا. لماذا؟ لأنها شاهدة وعرفت من الدين وحض الشارع عليها. أما يأتي بعض الإنسان يثبط هذا لكي يجد لنفسه المعاذير، لأن التقوى بعيدة عنه، ولذلك ربنا قال: والله عليم بالمتقين. نعم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. إثبات الكره لله على ما يليق بجلاله وكماله، ولذلك الله عز وجل إذا أحب العبد هيأه لفعل الطاعات، وإذا كرهه ربنا تبارك وتعالى ثبطه وأقعده عن فعل الخير. ولذلك تجد الشيطان يجلس للإنسان بالرصد، ولذلك إذا دعتك نفسك للصدقة فلا تتردد، لأن ترددك يأتيك بأفكار الشيطان: يا رجال لا تعطيه، ومن قال لك إنه محتاج؟ إنهم يتكففون، إنهم يتسولون، إنهم يضحكون على الناس، إنهم كذا، إنهم كذا، إنهم كذا. فبعد أن تخرج تجد أنها رجعت إلى جيبك مرة أخرى، وهكذا. نعم. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذا هممت بفعل الخير ثم توقفت عنه من غير عذر فاعلم أن الله كره فعلك، عافانا الله وإياكم. نعم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. الخبال السوء، يقول لك فلان هذا خبل، خبل يعني إيش؟ مجنون، سيء، فاسد. نعم. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه المصيبة، إن الإنسان في زمان الفتنة يصغي بأذنيه لأهلها إعلام فاسد أو وسائل من وسائل التواصل، تويتر، سناب، إلى غير ذلك، يخرج فيها الرويبضة، يخرج فيها التافهون، وتجد هذا يصغي بأذنيه
لهؤلاء الرويبضة يأخذ منهم أمور الدين وأمور الدنيا، فلا هو أدرك صلاح دينه ولا هو أدرك صلاح دنيا. فسد وفسد وأفسد، وفيكم سماعون لهم. نعم. والله عليم بالظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. هؤلاء هم أهل النفاق دائما، يقلبون إيش الأمور، يلبسون الحق ثوب باطل ويزينون الباطل ثوب حق. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، يعني غيروا أفكار الناس واستخدموا الحيل وأتوا إلى ساقط الأقوال. ممكن قول نعم عند الفقهاء موجود لكنه قول ساقط ضعيف مرجوح، فيبدأ أنه هو ينفخ في هذا القول ليغير لك الأفكار، وهذا موجود كما هو تداول في هذه الأيام بما يسمى الشنق لرجم الزاني. الله، في دولة من الدول من بلد المسلمين عفا الله وإياكم، الآن يقول لك نريد أن احنا الزاني المحصن نقوم بشنقه دون رجمه، أصدر القانون صدر خلاص. الله المستعان. للأسف الشديد لما هذا، ثم يخرج من أهل الباطل للأسف من هؤلاء الحزبيين والحركيين، والحديث في البخاري وأحاديث الرجم في البخاري، فيقول لك كلها معلولة. هم ماذا يفعلون؟ إسقاط القدوات، والحديث ليس معلولا. والناسخ والمنسوخ مر معنا في علم الأصول ثلاثة أنواع: نسخ التلاوة ونسخ الحكم ونسخهما معا. والآية والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة، نسخت التلاوة وبقي الحكم، فرجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعز والخثعمية ورجمنا معه، ورجم عمر ورجم الصحابة وفي محد الرجم. وهذا حتى عند الرافضة الجعفرية والإمامية والزيدية موجود، يعني المسألة الرجم مسألة إجماع واستفاضت بها الأخبار. نعم، لا خلاف فيها، لكن فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم لإرضاء أناس معينين، ومع ذلك لا يصلون إلى شيء. والله أنت لن تصل إلى الله إلا بالله، أنت لن تصل إلى الله إلا بالله. ثم بعد ذلك يقول لك لا، هذا من القتل الرحيم والسريع وكذا. نقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. رب العز وجل هو الذي أنزل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تبارك وتعالى. فنسأل الله الستر والعافية والسلامة. فهذه لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، نريد قتلا سريعا، نريد قتلا رحيما. ثم يبدأ يشكك لك في الأدلة مع تواترها ومع استفاضتها، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لكن يبقى الحق كما هو حق، ويظهر وإن سعى الناس مهما سعوا في إخفائه إلى غير ذلك. لكن نحن في زمن وفي سنون خداعات، نسأل الله الستر والسلامة والعافية. نعم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. س ترقيق. ألا في الفتنة سقطوا. لا مش س سقطوا. ألا في الفتنة سقطوا. أحسنت. هذا هو الذي النبي قال له هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال إني أخشى الفتنة، إذن لي يا رسول الله ألا أخرج معكم. منافق من المنافقين. الله عز وجل قال ألا، أسلوب إضراب ألا بمعنى بل،
ألا يعني بل في الفتنة سقطوا بهذا القول. نعم. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا. يقول دائما جملة القول ترجع للفعل، لأن هذا من كلامهم الباطن عياذا بالله. وهذا هو لما يأتي الإنسان يكون في عمل خير فيبتلى، فيأتي المثبت يقول ألم أقل لك، أنا ما قلت لك لا تروح، أنا ما نصحتك. ولذلك روى البخاري من حديث ابن عمر في كتاب الإيمان أن رجلا مر على أخيه يعظه في الحياة، يعني يقول له يا أخي إن كثرة الحياة قد أذهبت عنك حقوقك وجعلت الناس ينصبون عليك إلى غير ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعه، أنت الآن ماك ناصح، أنت مخطئ، إن الحياء من الإيمان. الرجل على خير قال له دع، يجيك واحد يقول لك يا أخي أنت قيام الليل ده تعبك، ما تخف شوية، الصيام ده كل مرة أنت على طول اثنين وخميس والأيام البيض، يا أخي ما تأكل معانا يعني، وهكذا. ولذلك لما أحد يحكى عن أحد الناس أنه وقف يوما على رجل الحجاج كان في برية وأعد له الغداء على أجمل أصناف وألوان الطعام، ثم قال انتخبوا لي نديما، يعني انظر الكبر، ما رضى يأكل مع الجند، قال لهم شوفوا لي واحد كده نديم، وإن كان أعرابيا وإن كان راعيا، المهم ما يأكل مع جنوده كبرا، الله يعافينا وإياكم. فولدوا عربيا جابوه، تعال الحجاج، قال مالي والحجاج ايش يبغى فيا؟ قال بس غير تعال يبغى. قال كل معي، قال اني صائم، قال اجعله يوما اخر، قال تمسك لي الشمس وتضمن لي العمر، قال اما هذه فلا، قال دعني اذن وشأني ودعني وربي، قال طعام طيب، قال طيبته العافية ولم تطيبه انت، يعني طيبته العافية يعني النار، العافية يسموها النار. وذاك بلاد المغرب لو تقول أحد يعطيك العافية يزعل عليك، في المغرب إيش يعطيك العافية؟ يعطيني النار يعني، فهم يسمون العافية النار. قال إنما طيبته العافية ولم تطيبه أنت. فالشاهد هنا، وجه الدلالة هنا، إن أتاك إنسان يثبطك عن الطريق إلى الله عز وجل فلا تسمع له، قل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهذا اللي حاصل يعني، بينما يأتيك الإنسان الآخر يعني يقول لك يا رجال هل بزي ما الناس كلها بتسرق اسرق زيهم، فتجده يخببك على أمانتك التي بين يديك. نعم. ولذلك يقول الشافعي لو نظرت ألف عالم لبززته، ولو نظرني جاهل واحد لغلبني، لأن الجاهل جاهل والعياذ بالله، تأتيه من حارة يطلع لك في شارع، جيله في الشارع يطلع لك في حارة، تجيله في الطريق العام يقوم رايح بك في حارة سد حتى يقبط رأسه في وهكذا. لماذا؟ لأن العالم يخرج من الكتاب والسنة وهو لاتباع الحق أقرب، أما الجاهل إنما يخرج من خرابيط رأسه. وأفرأيت من اتخذ إلهه، سمى الله الهوى إلها والعياذ بالله، وأضله الله على علم. يعني ممكن يكون مجادل وعالم، نعم، يكون دكتور أستاذ دكتور، ممكن عالم كبير جدا مثل بعض الأسماء المشهورة عفانا الله وإياكم، لكن ما الذي حدث؟ وختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة، هذا يسموه ريسبتور فاكتورز، وسائل التلقي، السمع والبصر والفؤاد. إذا هذه الوسائل من التلقي فسدت لا يصلح علم معها نفذا، لا يصلح علم معها، وإن كان من أعلى الشهادات، لكن هذه الوسائل فسدت. فلذلك لا تغتر بمن يقول لك هذا أستاذ بالجامعة وهذا عنده القراءات المتواترة والشاذة، أو أن هذا إلى غير ذلك، إنما العهدة
كما قال ابن المبارك فيما روى الترمذي من آخر أثر عند الترمذي: إن هذا العلم دين، قال ابن سيرين: فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكلاهما رواهما مسلم في كتاب المقدمة من صحيحه. العهدى في الرجل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه العهدى. ولذلك أحمد بن أبي دؤاد صاحب فتنة خلق القرآن، قاضي شيخ القضاء في زمان المأمون، قاضي أي نعم، واصل بن عطاء كان يجلس الحسن البصري صاحب فكر المعتزلة، عمرو بن عبيد كان من ورعه يرد عطاء أمير المؤمنين، فكان يقول: كلكم يأتي رويد، يعني يأتي متسحب على مهلة، يأتي ينافقني ويداهنني، كلكم صاحب صيد، يعني كل واحد جاي وله رغبة إيش يبغى من بيشرها، إلا عمرو بن عبيد. ومع ذلك عمرو بن عبيد من أكابر المعتزلة، كان عنده لثغة في الراء، فإن خطب أو تكلم اجتنب الكلمات التي فيها الراء وأتى بمرادفاتها، يعني يقول لك: والصلاة على رسول الله، يقول لك: والصلاة على نبي الله، إن هذا المطر، يقول: إن هذا الغيث. شوف البلاغة وصلت لفين، لكن أدت به للزندقة، يطوف بالبيت فيكون مكتوب على أستارها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول: ود لو أنه يمسح كلمات السميع البصير، لأنه زنديق لا يرى بالأسماء والصفات. فكر المعتزلة، فكر الفاسد الباطل. فلا تغتروا بمثل هذا، إنما ميزان الرجل أقمه على السنة، فإن رجح رجح، وإن لم يرجح فرمي به عض الحائط. هذا هو الميزان، ليست الشهادات. في بعض الدول الشهادات جاهزة، تعطي البحث يقول لك: مر عليه بعد أسبوعين، والله احكي لأحد الناس شهادة شهرية. أيوة نعم، مر عليه قال لهم، قال له: طلبك عندنا، إيش العنوان؟ قال له: ده العنوان ودي المباحث والمطالب. قال له: خلاص روح اتفسح، خد لك فسحة في مدينة كذا وكذا، وبعد أسبوعين تعال. قال: جيت لقيتها جاهزة مغلفة مرتبة وكل شيء، دفعت الكام ألف ريال ومشيت على حالي. وهذا كلام مستفيض. الدولة هنا وفقها الله وأيدها بنصرته وجعلها نصيرة للتوحيد وللسنة. في فترة من الفترات لما قاموا بتصحيح الأوضاع جزاهم الله خير، اكتشفوا آلاف من المهندسين والأطباء شهاداتهم كلها مزيفة ومزورة، كلها مزيفة ومزورة. بل عامل التي بوي القهوجي هو اللي كان يصرف في بعض المراكز الصحية، كان هو يصرف الروشتة، هو اللي كان يقوم بدور الطبيب. وآخر 20 سنة جراح، ثم لما قب يعني عرف أمره قال: وهل رأيتم يوما أن في عملية أنا فشلت؟ أي نعم، كل قال عملياتي نجحة، شفتوني في يوم أنا في عملية راحت مني؟ هذا كان تمرجي عندي طبيب كان ممرضا وأخذ منه الخبرة وزور وضرب الشهادات وجاء والعياذ بالله. فهذا هو يا أخواني الضابط، الضابط أن تقيم رجع الكتاب والسنة، وإن كان أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه على الكتاب والسنة، فإن رجح رجح. وأهما بلغت من حروف الدال وحروف الألف دال، أستاذ دكتور ودكتور وكذا، لكن على غير سنة فارمي به عرض الحائط. ودائما تقرأ سورة التوبة، تسمى المقشقشة والمشقشقة والفاضحة، لأن فضحت أصحاب الأزياء المتشابهة وفضحت أهل النفاق. ودائما طالب العلم يركز على الصفات وليست على الأسماء، ما في داعي أنت وجالس تتكلم فلان فلان، دعك من هذه الأشياء يا أخي. ومنهم ومنهم، شوف كم مرة ذكرت كلمة ومنهم. قال ابن عباس: والله حتى ظننا أن من هؤلاء. ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يقول إذن لي. دائما في دعوتك يا الله عز وجل ابتعد عن أعراض البشر، ركز على الصفات. أكان
يعجز الباري تبارك وتعالى أن يذكر اسم هذا اللي قال لا تفتني؟ وذكره المفسرون وذكر اسمه. يعجز الباري ما يعجز تبارك وتعالى، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، لكن تذهب الأسماء وتبقى الصفة. تركز دائما على هذا، تعلم من أخلاق القرآن، تعلم من صفات القرآن، تعلم من خطاب القرآن. تجد بعض الناس كل همه فلان وفلان وفلان في كل المجالس، يختلف له طلبة العلم بالسنوات ولا يخرجون إلا في سوء الأدب، كل مجالسهم فلان فلان. طيب هل لا نتكلم؟ يا أخي تكلم إن سئلت. إذا جاء إنسان سألك قال لك كتاب الفلاني، الشيخ الفلاني، العالم الفلاني، ما تقول فيه؟ تكلم كما قال يحيى بن معين وغيره وغيره. يا أخي الإمام البخاري يقول أسأل الله ألا أأتي يوم القيامة وقد اغتبت أحدا. كان في الجرح والتعديل يقول فلان منكر الحديث، حتى البخاري في ألفاظه مهذب. إذا قال لك فلان لا يكتب حديثه معناها كذاب، لكن يعني عهد بكلمة لا يكتب حديثه عوضا عن كلمة إيش؟ عن كلمة كذاب. قال أتمنى يوم القيامة أنه ما أكون قد اغتبت أحد. يقول آخر يقول والله ما اغتبت أحدا مذ علمت أن الغيبة حرام، وفي رواية مذ علمت أن الغيبة تضر بصاحبها. وتمر الأيام، طلابك الذين علمتهم سوء الأدب غدا يرمونك بسهمك غربا اللي انت علمتهم. وعلمته الرماية فلما استد سعيده رماني، وعلمته نظم القوافي فلما قال قافية هاجن. وموجود الآن، تريد تعلم عند فلان لما تتبع في سيرته، ثم خرج يسب في فلان هذا الذي علمه، بل يرميه أنه زنديق وأنه على كفر وأنه على بدعة، نسأل الله السلامة. فلذلك يعني الإنسان لا تذكرن امرأ بغيبة فكلك عيوب وللناس ألسن. وإذا دعتك نفسك لنشر معايب فقل لها إذا عينك لنشر معايب فقل لها يا نفس إن للناس أعين، وعامل بمعروف وسامح من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي أحسن. نعم، كان الشيخ بن باز إذا اغتاب أحد عنده أحدا قال له سبح سبح، شغل بما ينفعك. نعم، وأغلب ما تريده الآن أن الناس يغتابون ويتكلمون هوى في النفس، وتجد من شيوخهم من يكون مخطئا فيلتمس له الأعذار، وتجد من شيوخ غيره من يكون مخطئا أيضا لا يلتمس هنا له الأعذار. طب اعتذر لفلان كمان، ده يقول لك لا فلان ساقط، فلان هالك، خلاص أهلك الناس ودخلهم في الجنة ودخلهم في النار، وزع قسم الناس. وما علم قول النبي عليه الصلاة والسلام أو علمه فتغافل عنه من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم يعني أسرعهم هلاكا. لسان يمسك لسانه. تفضل. يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. نعم، لأنه ما عندهم إيمان بالقضاء والقدر، يقول لك أنا قلت لك ريت أنا أخذت حذر من الأول، أنا أيوه رتبت نفسي وجهزت نفسي. فرد الله عليهم فقال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مو قلنا لكم لا تطلع غزوة أحد؟ أبي بن سلول طلع بثلث الجيش المنافق، هيا ما قلت لك أنا ما تروحون. نعم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هو الآية هم بين حسنيين، إما النصر وإما الشهادة. نعم، وعد الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يا نصر يا شهادة، ها هؤلاء هم الحسنيين. نعم، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم
ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. أيوة ليه؟ لأن النفقة تقبل من مين؟ من أهل الإيمان. نعم. إنكم كنتم قوما فاسقين. إنما يتقبل الله من المتقين. نعم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. شوف الآية هذه فيها دلالة على أن العمل لا يقبل من الكافر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا، هذا يسمى الاستثناء المتصل والخصوص بعد العموم، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولا يأتون الصلاة إلا وهم، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. حتى لو طلع رياء أمام الناس حتى لا يغمزه ولا يلمزه أحد، أما في داخله هو كاره لذلك. وهذا فيه دلالة على الأصل، الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك تجد الإنسان يعمل الأعمال عياذا بالله ثم تفسد أعماله لفساد نيته. نعم تفضل. فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إذا رأيت من المنافق أموالا وأولادا، وكلمة الأولاد تعني الذكور والإناث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا تعجب بها، لماذا؟ للعلة القادمة، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فلا يخرج زكاتها ولا يحسن إدارتها ويعقه أبناؤه، فيكون له بمثابة الفتنة والوبال والعياذ بالله. نعم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وهذا يدل على أثر العقيدة في القرآن، إثبات الإرادة لله. يريد الله على ما يليق بجلاله وكماله، صفة فعلية ذاتية. أيوة. وتزهق أنفسهم وهم كافرون. نعم. تزهق أنفسهم، تهلك وتنتهي بالموت. نعم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لا لا أحسن، انظر إلى ولكنهم قوم يفرقون. أيوة نعم. الفرق معناها الخوف والوجل. عندهم جبن من أهل الإسلام فيتظاهرون بالصلاة والصيام إلى غير ذلك. وضعوا لذلك في استفتاح ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالة، معناها يخرج متكاسل للصلاة، يأتي لها متكاسلا، ما هو نشيط، وتمنى أنه لو لم يصلها. هذا معنى الكسل، ليس نشيطا، ليس لها محبا، زملاءه يعني يوقظونه فيخرج لها متكاسل، ليس له نية في فعلها. فالإنسان ينتبه لهذا يا إخواني، أنه ما يخرج للصلاة وفيه إيش الكسل، بل يخرج له وفيه النشاط. الفرق هنا بمعنى الخوف والوجل. نعم. لو يجدون ملجأ أو مغارة وهي جمع مغارة. المغارة اللي هي الحفرة فين؟ في الجبل، مغارة، الكهف، الغار، كله بنفس المعنى، مع اتساع وضيق في المساحة. نعم.
أو مغارات أو مدخلا أو مدخلا أو مدخلا يعني أي مكان يتوارى فيه يختبئ فيه. نعم. أو مدخلا. أرجع وأقول انظر إلى استفتاح سورة البقرة، فالله عز وجل جعل آيتين لصفات المؤمنين، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم يفلحون. آيتان بس في الإيمان. في الكفار مثلها، في النفاق من 11 إلى 13 آية لتعلم أن الضر من الطابور الخامس هؤلاء وهم أهل النفاق عفنا الله وإياكم. وسمي المنافق منافق من النافقاء، النافقاء اللي هي عبارة عن إيش؟ النوع من الدواب اللي هي الجربوع اللي تلقاه يسوي الحفر في الأرض فلا تعرف كيف تصل إليه، مسارب في الأرض، الجحر حقه مسارب، ما تأتيه من مكان تجده نفق لك من مكان آخر تجده، وهكذا هكذا المنافق. هذه معنى كلمة النفاق، من النافقاء اللي هو الجربوع. نعم. أو مدخلا لولوا إليهم وهم يجمحون. لولوا إليه، لولوا إليه وهم يجمحون. أيوة. والجامح هو الذي لا قيادة له، يقولون خيل جامح يعني صعب على سائسه أن يقوده. لولوا إليه وهم يجمحون يعني ما استطاع أحد أن يسيطر عليهم. نعم. ومنهم من يلمزك في الصدقات، لمز الجارحة ولمز اللسان، ويل لكل همزة اللمزة، يلمزك يتكلم يعني يتكلم عليك ينبذك. نعم. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون. نعم. ولذلك بئس الإنسان الذي إذا أعطي راضي وإن لم يعطى ساخطا، ما همه أمن حلال أم من حرام، أهم شيء أن يملأ جيبه وأن يملأ بطنه، كل دصفة أهل النفاق والعياذ بالله. نعم. يشتروا بالمال. نعم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله حسبنا الله سيؤتينا، حسبنا يعني كافينا. نعم. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وأما في بعض المقاطع المنتشرة في وسائل التواصل أن هذا دعاء وأن الشيخ بن باز قال قولوه وكذا، هذا كذب، ولا قال الشيخ بن باز ولا يعرف أن يقول الشيخ بن باز هذا الكلام الهراء والكذب. وثانيا من قول بعض الناس أو هو فرد هذا الذي قال فحرف في الآية وحذف منها لفظة رسوله وقال قولوا هذا الدعاء، قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون، ويظن أنها دعاء، هذا أيضا من الجهل، إنما هذا خرج مخرج الخبر وليس دعاء، هذا خرج مخرج الخبر وليس دعاء. يعني مخرج الخبر يعني هم موقنون أن الله كافيهم وأن الله عز وجل سيعطيهم من فضله ورسوله كذلك عليه الصلاة والسلام، وليس هذا دعاء. مثل المقطع الذي اشتهر عند الناس من أخذ جزء من آية في سورة لقمان يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، قال فلان قال قولوها الدعاء ده دعاء المعجزات، إذا شق عليك أمر قول يأتي بها الله، نقول هذا خرج مخرج إيش؟ مخرج الخبر لتأكيد التوحيد، كما قص الله ذلك في سورة لقمان، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة، يعني إن تكو أعمالك في حجم مثقال حبة من خردل النبت الصغيرة فتكن في صخرة، يعني شدة الاختفاء، أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير،
ما خرج مخرج إيش؟ ما خرج مخرج دعاء، خرج مخرج الخبر ليبين لك إحاطة الله عز وجل بالأمور وأنه على كل شيء قدير تبارك وتعالى، وأن أعمالك مهما دقت، بعض الناس يظن أنه يختفي بأعماله، ولذلك لما جلس الرجل من المرأة فقال هل يرانا من أحد؟ قالت كل الأبواب أغلقتها إلا الكواكب، قال فمن مكوكبها؟ فقام عنها. إذا ما خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا ما تفعله عنه يغيب، لهون لعمر الله حتى تتابع الذنوب عليهن الذنوب، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أنت فين تختفي من الله عز وجل؟ ولذلك أحد المعلمين قال لطلابه، إذ الطلاب معهم أحد أقرانهم يغار منه الطلاب لأن الشيخ يحذيه بمزيد علم، ويجوز إن الإنسان لما يريد من أحد طلابه المعية أن يزيده علما ما زاده غيره، مثل فعل النبي مع معاذ بن جبل لما أعطى حديث حق الله على العبيد، يحدث مثل هذا ما في مانع، طالما أنك العلم العام تعطيه الجميع بالسوية، هناك من العلوم الخاصة لتعطيها لبعض الطلاب دون بعض، لأن عنده همة، عنده الهمة وعنده المهمة في أجل هذا، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فقال كل يأخذ طيرا ويذهب يذبحه في مكان لا يراه فيه أحد، فذهب الطلاب سهل جدا، يتخبى هنا ويتخبى هنا ويتخبى، وهذا الطالب حاس الدنيا كلها ورجع والطير في يده لم يذبح، واجتمع الناس وتحط له بيقرقرون يضحكون، هي ريت اخذ، قال لك في مكان ما يشوفك احد، اي مكان روح ما حد شايفك. قال ليش ما ذبح؟ قال يا استاذ يا معلم، كلما ذهبت لاذبحه وجدت ان الله ينظر الي، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع. سهل بن عبد الله التستري، مات اخوه وترك له ولد، اعقب ولدا فرباه عمه سهل بن عبد الله التستري هذا، وتستر هي جنوب غرب إيران تدخل ضمن منطقة الأحواز العربية، منطقة تستر هذه فتحت سنة 20 هجرية في عهد عمر. الشاهد فكان كلما جاء الطفل لكي ينام مع أذكار النوم يقول له إن الله يراك، إن الله ينظر إليك، يقول انتبه الله يراك، يقعد يردد الطفلين ينام. فلما كبر وشب مشب الرجال قال كيف تجد نفسك؟ قال والله يا عما ما هممت بأمر إلا ذكرت أن الله يراني وأن الله ينظر إلي، رقابة ذاتية. ولذلك قالوا إن اللص إذا رأى الجندة والشرطة فتوقف عن السرقة فلا أجر له في ذلك، لكن إن توقف عنها لله أجر على ذلك. أي نعم. فضيل بن عياض أبو علي لما تسلق الجدار لكي يسرق، كان شغال شاطر، ما تقولش لابنك يا شاطر، لأن شاطر معناها قاطع الطريق، يقول له يا ذكي يا لبيب شاطر، فكان شاطر، كان شاطرا من شطار الطرق قاطع الطريق. ويوم كده جالس يسرق فسمع قول الله عز وجل من داخل الدار لرجل يقوم الليل، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال بل آن، ونزل وتاب، وهو نازل مشى فوجد أناسا في جانب الطريق يقول لا تمر من هنا ليل، قالوا ولم؟ قال الفضيل بن عياض على الطريق، قال سبحان الله أعصي ربي والناس تخافني، فتاب. هنا يؤجر على هذه التوبة، أما الذي توقف لأن الناس ينظرون أو للخوف ما يؤجر على هذه التوبة. أيوة، وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، فلذلك هذا كلام باطل. ف
مثل هذه الأشياء، إنما هذا خرج مخرج من خبر وليس مخرج الدعاء. ومثل بعض الناس يقول جربت هذا الدعاء ونشرته بين الناس والآن بلغت الحالات 23 حالة كلهم أرزق الولد، إيش الدعاء فضلت الشيخ؟ قال ربي لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين، قرروها 40 مرة. نقول كما قال الشيخ العباد محدث المدينة، قال إن الأمور الشرعية تؤخذ بالأدلة النبوية وليس بالتجارب الشخصية. لما تحدد الدعاء عددا وهيئة وكيفية لأمر بعينه هذه بدعة. فتجي تقول له إذا ما عندك بزورة ردد كذا بعدد كذا لأجل كذا، هذه بدعة. وإن حدث واستدرج الإنسان ووقع له بقدر الله ما يكون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال ابن تيمية وغيره إذا رأيت الرجل يمشي على الهواء أو يطير في الماء على غير سنة فاعلم أنه كذاب. ممكن يمشي قدامك على الموية، أوه إيش هذا، ولي من أولياء الله الصالحين، لكن على غير سنة. لكن الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ما هذا من الخير، هو في الحقيقة شر. تعمم على الدنيا كلها، يلا قولوا 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 واربعين مرة وسوى في كذا وكذا ويجيك يا جماعة الخير هو صار صحيح. نقول إن الدعاء عبادة، قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن فسمى الدعاء عبادة. والأصل في العبادة الحظر والتوقيف حتى يدل الدليل، بينما الأصل في المعاملات والأعراف الإباحة حتى يدل الدليل على حظرها. ما جعل عليكم في الدين من حرج، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. فنقولون نحتاج دليل. روى الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو أيوه ضعيف هذا، الصحيح الدعاء هو العبادة، وده أقوى لأن الدعاء مبتدأ وهو مبتدأ والعبادة خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر الدعاء، وده أقوى أنواع الخبر أن يكون جملة اسمية لا جملة فعلية. فالشاهد يا إخواني مهما اشتهر الناس وهملجت بهم البراثين وفتحت لهم المحاريب وانتشرت مقاطعهم في القنوات وغير ذلك، الحجة في الجميع هو اتباع الكتاب والسنة، وليس كلامنا في ذلك إنما هو بغض لأحد، لا نعوذ بالله، نسأل الله الستر والعافية، بل ندعو للجميع بأن الله عز وجل يهدينا وإياهم لأحسن الأقوال. لكن بيان لابد من توضيحه للناس لكي يعلموا الخطأ من الصواب، لأن الآن مع وسائل الاتصال وسهولتها تنتشر البدعة انتشار النار في الهشيم. أنتم الآن أغلبكم عنده الواتس اللئيم هذا اللي ابن اليتيم، تلقى عندك يوميا انظر كم يأتيك من الكذب والبدع، حتى يدلس على المشايخ. محاضرة الشيخ خالد السبت كان يتكلم فيه عن رسائل الواتس، رسائل وسائل التواصل، فيقول من ضمن الرسائل أن الفاتحة تمنع غضب الرب إلى غير ذلك. جاء المدلس فقطع كلام الشيخ وأثبت هذه الرسالة، فكل من سمعها ظن أن دي فضائل إيش للسور، الفاتحة تمنع غضب الرحمن والواقعة الفقر والرحمن عروس القرآن ويسئل غير ذلك عطش يوم القيامة إلى غير ذلك. انظر لفين وصلنا من الكذب والتدليس. ولذلك من حديث سمرة عند البخاري في رحلة المعراج، النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قائم على رجل بكلوب، تعرفون الكلوب مثل السنارة، سنارة اللي يصطادون بها، هذه هي الكلوب، يشرشر فمه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وعينه إلى قفاه، يغلق هذا الجزء يروح للجزء الثاني للجبهة الجهة اليسرى، ها فتلتئم الجهة اليمنى يرجع تاني، ها شغال على طول. قالوا من هذا يا جبريل؟ قال الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، ريتويت واحد، تغريدة إعادة تغريدة تبلغ ملايين، مقطع كذب في اليوتيوب مئات الآلاف إلى غير ذلك. حدث كلام النبي ولا ما حدث؟ وما ينطقوا عن الهوى، هذه وسائل التواصل، هذه مثل هذا تريد الكذاب ينتشر بصورة
لم يسبق لها مثل. وتجد نفس الأخ عفى الله عنه الذي نشر الكذب فتصوب له الصحيح، هنا يثبط الشيطان عن نشر السنة ويستعمله في نشر البدع. وبالذات الأحاديث اللي يقول لك من قالها فرج الله همه، كل هذه كذب. قال رسول الله من قال هذا فرج الله. أنا تعجب، الحمد لله الذي عفونا ابتلى به كثير من خلقه. يا أخي كيف تكذب على الله وعلى رسوله يا أخي؟ ومن أظلم، هذا استفهام إنكاري، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. هو فاسق؟ لا، وهو يدعى إلى الإسلام. ينظر له الناس إنه شيخ كبير وإنه طالب علم وإنه كذا، إنه مسلم على الأقل. والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ويقول في المقدمة في الصحيح: قال ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: فليلج النار. يجي واحد يقول لك ما كذبناش، احنا كذبنا للنبي. خذ الحديث الآخر: ومن قال علي ما لم أقل. عمك سواء كنت كذبت له ولا كذبت عليه، والنبي غني انك تكذب. يا اخوان شيء يعني تقشعر منه الابدان. يا اخو ما الذي يضرك؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اسالوا تقصى وبعدين انشر. وليس هذا الكذب، وهذا انتشر الان، هي بضغطه واحده عندك في مجموعه ولا عندك خمس ست مجموعات، في سهولة جدا تكون وصلت 500-600 عضو قرأوها، وهذول نشروها إلى مثلهم أصبحت متوالية هندسية، وصلت إلى أقاصي الدنيا، لا تركت أمريكا ولا البرازيل ولا الأرجنتين ولا بلاد العرب ولا بلاد العجم. في دقائق تدخل المقطع ترجع تلقى مئات الآلاف شاهدوا خلال ساعة ساعتين ثلاث ساعات، ثم تثبط عن نشر الخير. نعم، فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. تفضل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه أصناف الثمانية في وجوب الزكاة. سميت الزكاة صدقة لأن تدل على صدق منفقها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ترفعهم. ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه. هذه أصناف الثمانية: الفقير، فقير معنى مفقور، فعيل معنى مفعول، وهو الذي فقر ظهره فقعد رغم أنفه، زي واحد انكسر سلسلة الظهر وخلاص، هذا معنى كلمة الفقير، الذي أقعده الفقر رغم أنفه أو فقر مدقع. وبدأها والقرآن بدأ بالصدقات من الأدنى إلى الأعلى في الفئة الثمانية، بعدين يأتي المسكين. المسكين أفضل من الفقير. وأما السفينة فكانت لمساكين، يعني اللي عنده قالوا قيت قوت يومي يسمى. والنبي كان يدعو يقول: اللهم أحيني وأمتني وأحشرني في زمرة المساكين. والعاملين عليها، من هم العاملين عليها؟ هم الذين يرسلهم ولي الأمر لجمع الزكاة، هذا هم العاملين عليها. وبعض الناس يظن العاملين عليها لما يأتيك إنسان عند الزكاة يقول لك خذ وزعها، لا، أنت هنا وكيل ولست من العاملين، ولا يحق لك أن تأخذ منها إلا أن تستأذن من صاحب الزكاة. يقول لك أنا من العاملين عليها، لا، أنت مش أنت وكيل، أنت وكيل هنا. إنسان قال لك خذ هذه زكاة مالي وزعها لمن يحتاج من الناس. والمؤلفة قلوبهم يعني من أهل الكتاب ومن غير المسلمين الذين يرجى دخولهم في الإسلام، هذول يعطون أيضا من الزكاة. وفي الرقاب، الرقاب اللي هو عليه دية، والغارمين اللي عليه ديون، وفي سبيل الله المجاهدون وابن السبيل
الذين انقطعت بهم السبل حتى يعطى ما يبلغ به لأهله. مسافر انقطعت به النفقة، هذول يعطون أيضا من الزكاة. هذه الأصناف الثمانية. قال الله تفضل. فريضة، فريضة من الله. هذا القيد وضح لنا هذا الإطلاق الصدقات، عشان ما يقول لك أحد صدقة معناها النافلة، يقول لك لا، ربنا نعم قال الصدقات لكن قال إيش؟ فريضة معناها أن هي الزكاة، وسميت بالصدقة لأنها تدل على صدق منفقها وصدق إيمانه. مو كل أحد يطلع الزكاة، تهربون الناس من الزكاة وهي فضلات الأموال، بل يعرف من الناس يكون عنده شركة يجيب لك محاسب لا عنده ضمير ولا عنده إيمان، ويقول له بالله اضرب لي ميزانية أنا خسران. والله كم أحكي لكم، كم أحكي لكم، يقول لك اضرب لي ميزانية، يروح عندي مراجع قانوني كده زمة أستك مطاط، يقول له اضرب لي ميزانية أنا خسران، ليتهرب من الزكاة. طيب هذه في الدنيا، في الآخرة ويتفعل ماذا ستفعل في الآخرة؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. جباههم، هذه الجباه التي ما سجدت لله عز وجل، وجنوبهم وظهورهم، هذا الجنب والظهر الذي نام مستريح وهو ترك شرعا من شريعة الله. يقول لك زي ما ارتحت في الدنيا ها تتعب فين في الآخر. والله أنا ما أنسى أحد الناس اتصل في رؤيا يقول رأيت أبي، أبوه مات، قال رأيته في قبره وأتاه حية وثعبان كبير أصلع أخذه من خده. حديث النبي عليه الصلاة والسلام يمثل للذي لا يدفع الزكاة شجاعا أقرع، شجاع أقرع يمثل المال فيأخذ به لزمتيه، خدود الحلوة الموردة هذه من الفلوس والنعمة، ويقول أنا كنزك أنا مالك. فقلت له أبوك غني؟ قال مليونير كان. قلت له طلع الزكاة؟ قال عمره ما شفنا طلع زكاة أبدا. قلنا بس هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. شجاع أقرع، قيل هذا الشجاع اللي هو الحية هذا الثعبان هذا أقرع، لأن من شدة السم سقط، من حرارة السم سقط شعر رأسه. الله يعافينا وياك. تفضل. نعم سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة. نعم يطوق به نار يوم القيامة. نعم ما خلاص من مات قامت قيامته. يعني يوم القيامة قدام الناس. أي نعم أي نعم أي نعم نعم نعم. قال ينصب للغادر لواء يوم القيامة، حديث في الصحيح، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. وهذا رد على من يقول لك في رسائل منتشرة في الواتس يقول لك الناس يوم القيامة يدعون بيش يسمعون هذه. لا كذابين. النبي قال ينصب للغادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. في ايش همون انا حديث كذب، كل حديث مواضيع هذه ايش كذب، ناس كذابه. انا اتعجب الان عندنا اصبحت مواقع كثيره لنقد الحديث، المكتبه الشامله، الدرر الثانيه، موقع الحديث .com. يا اخي تاخر الحديث يخرج لك درجته، يعني ما عندنا الحجه انك تقول والله يا اخي ما في حجه يا اخي جزاك الله خير. كما قلت لكم تتعجب ان هذا الموضوع والباطل ينتشر انتشار النار في الهشيم، شيء عجيب. ومن مين؟ من إنسان فاضل وإنسان في خير محب للخير، لكن كم محب للخير لا يدركه. تأكد الأول من المعلوم بعدين انشرها يا أخي جزاك الله خير. يقول لك انشر تؤجر، تؤزر مش تؤجر. ده وين انت، وين الأجر هنا؟ وانت تكذب على النبي ليل نهار عليه الصلاة والسلام، تكذب على النبي ليل نهار، شيء عجيب سبحان الله. لا عشان يقول لك شفتم أنا أول من أرسلت في الجروب الموضوع، يبحث عن الأوليات حتى ولو كانت بيش، لو كانت بالكذب. تفضل. والله عليم حكيم. الله عليم تبارك وتعالى بمن سيدفع ومن لا يدفع،
وحكيم بوضع الشيء في موضعه الصحيح. والأصناف الثمانية هذه من يتأمل فيها يجد أنها استوعبت جميع أفراد المجتمع، من عمال اللي هم العاملين عليها، ومن كفار يحتاج أن أو يرجى أنهم إيش يسلموا، ومن أهل الملة من الفقراء ومن إيش المساكين، وممن أخطأوا كمن قتل نفسا صاحب رقبة، وممن أخطأوا كمن غرم في مال في دين في كذا، وممن خرجوا لنصرة الدين كالمجاهدين، وممن انقطعت بهم السبل. هل ترك شيء؟ هل هذه كل أصناف الدين، كل أصناف لتعلم عظم هذا الدين وجماله. نعم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. أذن يعني سميع، يعني أي شيء يقال له صدقا أو كذبا يقبله عليه الصلاة والسلام. والأذية تستمر والعياذ بالله، كما ترون في كل وقت من يخرج ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويعتدي عليه، ولكن ما من أحد يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا والله ينتقم منه شر انتقام في الدنيا والآخرة ما لم يتب. نعم. قل أذن خير لكم يؤمن بالله يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. يعني صدق النبي، صدق اللي يكلمه لحد ما يأتيه إيش؟ يأتيه الوحي. عمير بن سعد جاء الجلاس، الجلاس هذا تزوج منافق من كبير المنافقين، قال كلمة فعمير بن سعد نقلها للنبي، لأن الجلاس كان زوج أم عمير بن سعد، عمير بن سعد كان صغير. قال لئن أطعنا محمدا لنحن أضل من الحمار، لما النبي أمر بالصدقة عليه الصلاة والسلام. فرح للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا الكلام ده، فجاب الجلاس قالوا أنت قلت الكلام؟ قالوا لا أبدا، الواد ورع صغير كذاب، أنا ما قلت الكلام. قالوا طيب خلاص. فأنزل الله عز وجل تصديقا لعمير، قال له النبي عليه الصلاة والسلام صدقتك أذنك يا عمير. فالنبي اللي يجي لأبي بن سلول والله تعارف ما نقدر نسوي، يقول له طيب روح. يأتي هداك يروح يقول له هل لك في جلاد بن الأصفر، يقول له والله أنت أنا خشعف الفتنة، حريمهم أشكالهم جميلة وصفر وكذا، وأنا يقول له طيب هكذا عليه الصلاة والسلام. وعلى الثلاثة الذين خلفوا إن تخلفت توبتهم جمعت في كلمة مكة، مرار بن الربيع، كعب بن مالك، هلال بن أمية، يأتي كل يعتذر، والنبي يقبل من إيش؟ يقبل من الجميع عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، صدق كل اللي يقوله، ورحمة للذين آمنوا منكم. نعم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. توعدهم الله بالعذاب الأليم في الدنيا، وما ينتظر في الآخرة أشد وأخزى وأبقى ما لم يتوبوا. تفضل يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم. ليرضوكم. أيوة نعم. والله ورسوله أحق أن يرضوه. أي يرضوه. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ولذلك لابد أن تسعى في هذه الدنيا لرضا الله، وإن سخط الناس عليك. أرسل معاوية لعائشة رضي الله عن أصحاب أجمعين يطلب النصيحة، فذكرته بقول النبي عليه الصلاة والسلام من جعل رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن جعل رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس. ولذلك تقول رابعة، وإن كان في بعض أقوالها أخطاء لكن القول هذا منها جميل إن صحت نسبته إليها، تقول ليتك ترضى والحياة مريرة، ليتك ترضى، ليتك تحلو والحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، اللهم إن صح منك الود فالكل هين فكل ما على التراب تراب.
والناس كما قال الشافعي إرضاء الناس غاية لا تدرك. زاد آخر قال وإرضاء الله واجب لا يترك. دائما نسعى في رضا الله عز وجل. الله عز وجل بشرك بأنه يرضى عنك. وإن رضي الله عن عبد وأحبه جبريل يحبه والملائكة تحبه يوضع له القبول فيه. ما في اختلاط، ما في اختلاط، ما في سلام ومقالدة وكيف كذا، ما في خلاص، ما في سمع أغاني، ما في سمع أغاني. دعيت في مكان بدأ فيه منكر أستأذن، وإذا رأيت الذين يخوضون فيه فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر مع القوم الظالمين. خلاص. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. ولا سيما تزداد عليك الكلفة والمؤنة والمؤاخذة إذا كنت منتسبا للدين. المطوع جالس بقيت شماعة، أصبحت شماعة يمرر على قفاك الخطأ، لأن ما تمعر وجهك لله عليه تبارك وتعالى ولا لرسوله وسنته عليه الصلاة والسلام. أقلها يا أخي، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ما عندك استطاعة فبلسانه، ما عندك استطاعة فبقلبه، وليس وذلك أضعف الإيمان. قيل وكيف بالقلب؟ قيل بإنكار والمفارقة، بالإنكار والمفارقة. طيب يا جماعة السلام عليكم. قال الله سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يزعلون منه، طيب وش يا أخي وين أتتك منيتك في المجلس هذا؟ وش ماذا تقول ربك عز وجل؟ جاء في بعض الآثار وإن كان هي من الإسرائيليات نستأنس بها، أن الله أرسل جبريل لكي يهلك قرية فولد فيها رجلا عابدا والله أعلم بمن فيها. قال يا رب إن فيها فلان عابد، قال فيه به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه لي يوما، لم يتمعر وجهه لي يوما. نعم. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله ورسوله فإن له شيخ أحمد فأن أيوه حبيب فأن له نار جهنم خالدا فيها. المحادد هنا الحاد والعياذ بالله، المشاقة. نعم. كل ما يأتيه آية يرفضها، كل ما يأتيه قول من النبي عليه الصلاة والسلام يشكك فيه ويشكك الناس فيه، هذا أنها فأن له نار جهنم خالد، دلالة أن هذا الفعل من كبائر الذنوب وممكن يصل بالكفر، كمن أنكر حدا من حدود الله ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كحد رجم أو حد قطع سرقة قطع يد. ولذلك المعري الزنديق أبو العلاء المعري رهين المحبسين حبس في بصره وحبس في عقيدته، جهمي معتزلي جلف أبو العلاء المعري هذا الذي يقول ويد تصنع العسجد ما لها في عشر دراهم توأد. قال اليد هذه اللي تصنع الذهب كيف نقطعها فيه لو سرقت ما يعادل عشرة ايش في درهم، لو سرقت درهم يعني رد ايش هنا، لانه قاسه بماذا؟ بعقله القاصر. وانتبه الإنسان لمثل هذا. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وده من نواقض الإسلام العشرة، أنه يرد شيء ثابت من الدين بالضرورة كحد أو كفريضة، كما نقل ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الماتع نواقض الإسلام، ترجعوا تقروه وتقروا الشروحات اللي عليه لشيخنا الشيخ الفوزان وغيره من أهل العلم. نعم. ذلك الخزي العظيم. الله يعافينا. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. ونزلت سورة باسمهم كاملة اسمها سورة المنافقون، ومن الجمال أنها من السنة أن تقرأ في يوم الجمعة في صلاة الجمعة، تقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقون، لأن محفل من محافل الناس فيستمعوا لصفات أهل النفاق ويبتعد عنها. نعم. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون.
ولئن سألتهم ليقولن إن لا يقو قو ضم الشفتين لا يقولن ضم الشفتين في الواو واللام والقاف لا يقولن لن لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. محشي بن حمير وغيره كانوا في غزوة تبوك، ده كل الكلام ده في غزوة تبوك، قالوا إن قراءنا هؤلاء، كلمون عن الصحابة أهل القرآن، أرغب بطونا، هادول اللي يحبون الأكل. تلقى بعض الناس يقول لك يا أخي المشايخ دول يحبوا الفتة، انتبه الكلمة ده غير ما هي جائزة، انتبه بيجي زين المنافقين هذول، يقول لك هذول أهل كبسة يا رجال، المطاوع دول حقون كبسة. نفس الكلام اللي قاله حمير، ها نفس الكلام، إن قراءنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. دول بس المطاعم يقولوا حقون أكل، يقول لك أبوي حقون أكل وحقون فلة، ما فيهم فود ولا فائدة. كلمة هذه ما هي ممكن تخرجك من الدين وأنت ما تدري. فأنزل الله فيهم هذه الآية. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يمسك بناقة النبي عليه الصلاة والسلام وتضرب الأحجار فين؟ في عقبه حتى أدمته. توقع أنت ماشي في صحراء الآن وماسك كده في دبته وجالس تجري والحجارة إيش تضرب فيك، ويقول يا رسول الله ما كنا نخوض ونلعب، يا رسول الله كنا نقطع الطريق، سواليف والله بس ما نقصد شيء ونيتنا حلوة. ربنا قال لهم إيش؟ قل أبي الله، ما لقيته غير بس إنك تستهزئ بالدين، قل أبي الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون، ما لقيت غير أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما لقيت غير هذا، ما لقيت أي سخرية إلا بس بالدين. تأتي للملتحد تقول إيش المكنسة هذه اللي في وجهك، وتأتي للمحجبة تقول لها يا خيمة يا شوال فحم، والله كاتب كتب هذا الكلام. نسأل الله أن يصلح الجميع وأن يعفو عنا جميعا وأن يردنا إليه ردا جميلا. ما لقيت غير هذه، لا تعتذروا ما تقبل منكم هنا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وأصبح هذا ناقد من نواقض الإسلام، الاستهزاء بالله وآياته والرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان بعد إيمانكم إيمانيني إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم طائفة شيخ أحمد طائفة منكم نعذب طائفة نعذب هنا جواب الشرط نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فسماه إجرام. تأمل في آخر سورة المطففين خمسة أشياء من فعلها خرج من الإجرام إلى الكفر والعياذ بالله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كل نكات على أهل الدين. انتهت القصة؟ لا، وإذا مروا بهم كده يغمز، وما كان النبي أن تكون له الغمزة هذه لا تجوز يا أخواني. خلصت؟ لا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم كمل القصة عند حرمة هناك وعند بزورة وعند أصحابه في بيته. والله اليوم رقيت لك مطوع، سويت لك فيه وسويت لك فيه وسويت لك فيه، والله جالس. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إيش المطاعة عدف تسوي نفسك أنت شيخ، أمشي يا رجال فكنا منك، سوي نفسك أنت مطوع، سوي نفسك أنت تعرف أحسن مننا، أمشي انقلع. وهكذا وما أرسلوا عليهم يشكك في العلماء وفي الدين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار أصبح من مجرم تحول إلى إيش؟ من الكفار يضحكون. لكن العاقبة على الأرائك ينظرون في الجنة، يشوفون هذول أهل النار، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ دي صفات. لكن هل من فعل ذلك نقول له يا كافر؟ لا، انتبهوا، لا تخلطوا فيما نقول، ولا يجوز أن تكفر أحدا، ما هو بصوبك هذا. الفعل كفر، لكن هل فعله كافر؟ لا، دي لا، أهل العلم والمشايخ يقيمون الشروط وتمتنع الموانع ويجلسون هذا. أو انتبه أن تكون تكفيريا نعوذ بالله، خارجيا، لا أبدا، ابعد عن هذا.
ابتعد عن هذا أن تصدر الأحكام وتكفير الناس على عواهنه. نعم الأفعال تفعل كفر، لكن هل تارك الصلاة كافر؟ لك تجي واحد يترك الصلاة تقول يا كافر؟ لا، انتبه لهذا، ابتعد، ابتعد عن التكفير، إن التكفير باب لإباحة الدماء المعصومة، كفروا خلاص اقتلوا على طول. وهنا تأتي فتنة الخوارج وتأتي فتنة سفك الدماء والأفكار الداعشية والعياذ بالله والأفكار الباطلة الفاسدة باستباحة الدماء بمثل هذه الأشياء. لا، نحن نحذر من هذا كما هو خطاب القرآن، أما إطلاق الحكم هذا له أهله وله علماؤه وله جهابذته. فرقوا يا أخواني، فهمتم؟ أيوة، الفعل كفر لكن ليس كل فاعل الكفر كافر، هذه لها أهلها ولها علماؤها. نعم، مثل لعن الله النامسة والمتنمصة، لكن لو لقيت واحدة نامسة تقول لها ملعونة، طب بكرة ممكن تتوب. واحذر غيبة ونميمة ولعن معين كما قال السفارين في العقيدة السفارينية. أحسنتم. نعم، إذا انتهى نص الوجه، نص الوجه لا خلص الوجه كله، نعم الشيخ يكمل يختم لنا. أيوة، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. يا سلام، شوف ربنا لما تكلم عن أهل الإيمان قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم، في ولاية بين المؤمن والمؤمنة، والمؤمنة والمؤمنة، الولاية معناها إيش؟ النصرة والتأييد. أما أهل النفاق فيهم البعضية، وفرق بين الولاية والبعضية. إيش الفرق؟ أن أهل النفاق أهل كعكة، كل يأخذ نصيبه ثم يتفرق، لأنهم أصلا ما اجتمعوا إلا بغضا في بعضهم، لكن اجتمعوا ليتكالبوا على أهل إيش؟ الإيمان. تلقى ده علماني وده ليبرالي وده شيوعي وده ملحد وده كذا، وفهمتني؟ لكن عدوهم هو مين؟ الإسلام. وعندهم قضية معينة الآن يجتمعوا فيها جميعا ليسقطوا أهل الإسلام والتوحيد، فيتوزعون الكعكة ويتفرقون، كل واحد يروح لحاله. هذه البعضية. القرآن جميل، أسلوب لن تجد مثله. والمنافقون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، البعضية المصلحة، يعني اجتمعوا لأجل المصلحة. ولذلك قال الشاعر: مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت يزينها شياطين الكلاب، شيوعي جدرمي يهودي صليبي في لؤم الذئاب، تكالبوا في الدنيا إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. هذول هم وراء بعض يجمعون مع بعضهم البعض. لذلك تريد أنك أنت في مجال العمل على دين واستقامة وخير، تريد يتمالؤون عليك بقية البشكة، وكل واحد في الحقيقة هو يبغض إيش؟ الثاني، لكنهم اتحدوا لكي يؤذوك أنت الآن، فيتوزعون بعد ذلك الكعكة أو المأرب ثم يتفرقوا. نعم، إيش صفات هذول المنافقون؟ انظر الآن، يأمرون، تفضل، يأمرون بالمنكر وينهون وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم حسب الله، الوقف جميل، ويقبضون أيديهم. أيوة، إذن لهم صفات، من أعظم صفاتهم في أمرين: حرب الكلام والإعلام واللسان، والحرب الاقتصادية. كيف حرب الإعلام والكلام واللسان؟ تجدوا من إيش؟ يأمرون بالمنكر، تبرج وسفور وقيادة المرأة للسيارة وكذا وكذا، هم قلبهم على المرأة. يعني إذا كان قلبك على المرأة، عندنا المرأة العانس، المرأة المطلقة، المرأة الأرملة، يا أخي شوف لهم برامج هذول عشان تتزوج وعشان شيء ينفعها. يعني بقى كل همك إن المرأة تقود سيارة، يعني كل هذا همك، فتتكالب على ولي الأمر وترد وتؤجج الناس وتثير الفتن. الله ينجينا وإياكم من وبلادنا، ولا تأمرنا من شر هؤلاء المنافقين. شيء عجيب،
هذه السلاح. السلاح الثاني ويقبضون أيديهم. إذا كان في مشاريع للتنمية لا تجد لهم فيها بابا. يقبضون أيديهم دلالة على ماذا؟ دلالة على عدم الإنفاق، ما لهم مشاريع في التنمية. لا يكفلون أيتام ولا يساعدون في النفقة ولا يعينون أخرق ولا ولا إلى آخره. نعم، نسوا الله فنسيهم. نعم، هل الله ينسه؟ لا، وما كان ربك نسيا. نسيا هنا بمعنى إيش؟ أن الله عز وجل لم يعبأ بهم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نعم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. كل خروج عن الشريعة فسق. نعم، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار والكفار نار جهنم خالدين فيها حسبهم. هي حسبهم، يعني كافيهم أن يكونوا في جهنم. نعم، خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. نعم، عذاب مقيم لا يبارحونه ولا يخرجون منهم. تفضل شيخنا. كالذين من قبلكم. الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. ضرب المثال، الكاف هنا للتشبيه، ضرب المثال ليتضح المقال. قال شوف الناس هذول كالذين من قبلكم، يعني أهل النفاق، أنتم زيل، كانوا أشد منكم قوة، عاد وثمود وفرعون وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. ما هو الخلاق هنا؟ الخلاق هو حظهم من الدنيا، المال، البنون. أيوة يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع. فاستمتعتم بخلاقكم، وانتم نفس الكلام، الجزاء من جنس العمل، حظكم من الدنيا. وخضتم كالذي خاضوا وفعلوا وفعلتم مثل ما فعلوا. خاهم خاضوا، فرعون قال انا ربكم ايش الاعلى، وبعدين قال ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، وقالوا من أشد منا قوة، إلى غير ذلك. نفس الخوض اللي انتم فيه هو فعلا. وخطم كالذي خاضوا. والخاتمة أولئك. تفضل. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. نعم، حبوط الأعمال بطلانها وهلاكها وفسادها. نعم، طب واحد يقول لك كيف حبطت عملهم في الدنيا ودول هو بنوا وعملوا وعمروا وعاشوا حياة جميلة؟ نقول لماذا؟ لأنهم آثروا الباقي على الفاني، وهذا متاع زائل فلا فائدة من ورائه، لم ينتفع به، إنما المتاع الباقي. ولذلك تتعجب من إنسان يجري وراء المال والمال يتركه، ويلهث وراء الرزق والله رازقه، وينسى عن القبر والقبر يطلبه، جاهل ما يفهم. نعم، ولذلك تجد كل شيء تفر منه يجري وراءك، صح؟ إلا الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه قدامه. تأمل الآية، كل شيء تفر منه يكون إيش؟ وراك، صح؟ وانت تجري قدام، لا الموت، لا قل إن الموت الذي تفر منه فإنه انت تجري منه، هو إيش؟ هو قدامه. وكل يوم يدني من الأجل، كل يوم يقول لك عمري كذا، لا، عمرك هو العمر القادم وليس العمر ليش الذي مضى. عمرك القادم ما تدري، ساعة ساعتين، لحظة لحظتين،
أما 40 سنة ده عمر الذي مضى الله يعفو عنا فيه، إنما العمر الحقيقي هو العمر القادم، ما تستقبل من الأعمال. وقف الفضيل على رجل قال كم عمرك؟ قال 60 عاما. رجل في المجون واللهو قال 60 سنة تسير إلى ربك، يعني قالوا 60 خلاص كفاية عليك. قال أين الخلاص يا أبا علي؟ قال أن تستغفر فيما مضى وأن تستأنف فيما بقي. الخلاص أنك تتوب من البلش اللي انت فيه وتستقبل فين فيما هو قادم. نعم. هذا التفصيل بعد الإجمال، ما هو ربنا فوق قال كالذين من قبلكم، يسأل سائل هذول مين؟ ربنا قال لهم هذول. هو تعال شوفوا، يسمى التفصيل بعد الإجمال، هذول هم الذين من قبلكم، نوح، عاد، ثمود، قوم إبراهيم، أصحاب مدين، متفكات، كل الأمم يعني. فخف لوط قال فخفف الوقت فما أرى أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. نعم. ألم يأتهم نبأ الذين من قبل قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نصر بينهم، هناك في ولاية وهناك نصرة، والنصرة تكون بماذا؟ بالصفات القادمة الآن. تفضل. نعم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. 5 أشياء هذه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، يطيعون الله ورسوله. 5 أشياء من استكملها فإنه على خير عظيم. ولذلك يقول الصحابي بايعت رسول الله، لما مات الأمير في العراق قام فيهم خطيبا فقال وأمرهم بالهدوء والسكينة وسيأتيهم أمير، وقال والله ما وقفت موقفي هذا جرير إلا أني بايعت النبي على النصح لكل مسلم وإني لكم ناصح. لذلك المسلم من أهم شيء في النصح، والنصح جاء فين؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا تجلس في مجلس فيه منكر وأنت كالشيطان صامت، انتبه لهذا. بيّن يا أخي إن الإنكار والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. مين اللي عنده حجة؟ ما هذا اللي يتكلم يتفلسف يا شيخ؟ لا، جزاك الله خير. اعلم تماما حجتهم داحضة عند ربهم. أبدا. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح أبدا. طالما علمت أن هذا منكر، إنسان بيدخن، يقول لك اتقي لا تدخين حرام، مش حيكون عنده حجة. إنسان جالس يكذب. إنسان جالس يتكلم ويجدف في الدين. إيش عنده حجة حيكون؟ أنت فني طائرات أو أنك أنت فني سيارات أو أنك أنت مهندس مياه، إيش لك في الدين؟ والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. ما عنده حجة. والله والأمر بسيط. إذا كان عنده حجة وأنا أخطأت قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل أخي دلني عليها الحجة هذه، جزاك الله خير. وإحنا نحتكم لمين؟ للعالم ونسأل الشيخ. ولكن لا تسكت أبدا، لا تسكت ولا تقعد أنك أنت متقوقع وخايف تقول عنده حجة. لا، ما عنده حجة ولا عنده شيء، لأن ربنا قال حجتهم داحضة وعليهم ولهم عذاب شديد. 3 بلاوي فيهم. ما يدلس عليك، أنت اللي صاحب الحجة إن شاء الله، وأنت اللي صاحب الدين، وأنت صاحب الاستقامة، صاحب الخير. ليس تكبر أن نقول هذا الكلام، لكن نقوله نصرة لله ولكتاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. قال ابن عثيمين رحمه الله أسلوب حصر وقصر فيه محذوف مقدر، ما الدين إلا النصيحة. ولذلك الإسكاف يسمى ناصح،
لأنه يصلح لك خرق شسع نعلك، ينظف لك، يرتب لك إياه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. كيف يكون لله؟ بالتوحيد وتعليم الناس وصلتهم بربهم. كيف لكتابه؟ بنشره وتفسيره وتدبره وتبيينه. كيف لرسوله؟ بطاعته عليه الصلاة والسلام ونشر سنته. وكيف لأئمة المسلمين وعمتهم؟ بتوضيح الخلل والدعاء لهم والنصح لهم. كل على قدره. لكن ما تسكت أبدا، لا تسكت وتلجم بلجام من نار وانت جالس وتجد الافتراء على الله وعلى يوميا أيها الفضلاء. لا، ما ينبغي هذا. تفضلوا. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كل من سعى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله سيرحمه الله تأييدا في الدنيا وتوفيقا للعمل الصالح وجنة في الدار الآخرة. هذا وعد من الله عز وجل. إن الله عزيز حكيم، ناصر لهذا الدين ويضع الشيء في موضعه. نعم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري ما فيها شمة الفتح، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. يعني مو جنات عدن معناها عدن، لا ما هي عدن، عدن العدن بمعنى الإقامة الدائمة. عدن الرجل يعني أقام إقامة دائمة. نعم. وهذا لا يكون الإقامة الدائمة إلا فين؟ إلا في الجنة. نعم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ربنا ونتوب إليك. صلى الله عليه وسلم. أنا ما زلت متعبا ومريضا لكن يعني رغبة في إعقاد الدرس.